Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Benim Hibe Hoca hadi başlıyoruz. Ehla ve sehla bi ezdikana hlaluyin, tıllabı sıffı l-khamis. Ve yallah nbeleş ma bağad. Hal ders jdid min maddet matematik. اليوم طلابنا الحلوين بعد ما خلصنا الطبلمة والشكارمة رح نحل مسائل عليهم، وهي هذا اللي بيجيني بالامتحان. كيف أنا فيني حل مسائل؟ بير صوت فابريكاسında بير جون، قال بالفابريكاسında شو بالبير جون عندهم 34844 لتر سو 3 جون 4100 8 litre süt ve 3 gün anna 1467 litre süt. Ma'nata lihna awwal yom am bibi'u 34844, tani yom 4188, talit yom 4167. طب انا شو بهمني من السؤال؟ عم يقول لي بالاج جون توبلام، ها كلمة هاي المفتاح. طالما شفت كلمة توبلام معناتها هو هذا المفتاح، معناتها هو هذا يلي عم بيقصد لي اياه، فهذا اسمه توبلام كاتش لتري ستون يارد يابلدي يابلدي بولالم. هذا كله ما بدي اياه، بس شفت كلمة توبلام معناتها خلص بنحطهم تحت بعض وبنجمع. دارت ارت سكيز سكيز ارت يدي اون دوكوز، بنحط البير اللي ديفار بير ارت دارت بيش بيش ارت سكيز 8 artı 4 kemen 19, 19 1 50 de var, 1 6 8 9, 9 artı 1 10, 10 14 kemen 1 50 de var, 1 artı 4 5, 5 artı 4, 4 artı 1 0, 10 o 1 artı bitla 4, fa bitla mana 4 bin 40 bin 409 499 litresi. فهون بيطلع معنا انه 40 الف، تمام؟ 40 الف عم بيساوي، 40 الف عم بيساوي من الحليب. فالحنا بننتبه كتير منيح للمسائل لانه هيك بيجونا بالامتحان. بير انترنت تي سيتي سيني جمارتسي جنون اون دورت بين يوز يرمي بير كيشي جيري ميشتر، يعني على الانترنت عم يفوت بالجمارتسي يوم السبت 14125 شخص. بازار جنو إيسي جمارتسي جنو جيران جيشي سايسندا 3040 3484 كيشي فاضلة، يعني بفوت أكتر من هيك يوم الأحد ب 3484 شخص بهاليومين طوبلا. خلاص بس شفت كلمة طوبلا معناتها بدهم يوم الجمارتسي واليوم البازار قديش عم بيفوت. هلا منحط 14125 زائد 3484 ومنجمع. بيش ارت دورت دوكوز اكي ارت سكيز اون بير الي ديفار بير ارت بير اكي اكي ارت دورت اون الت بير ارت دورت بيش بيش ارت اوش دورت ارت ايفت اها تمام بيطلع معنا اون يدي بين الت يوز دوكوز. هذا بنسميه بازار. هلا جمارتسي، جمارتسي شو عم يقول عندي؟ جمارتسي عم بيقول لي اون دورت بين يوز يرمي بير زائد 17000 اللي هو البازار، تمام؟ وبنجمع جمع عادي بيش ارتو دوكوز اون دورت بير اللي ديفار 3 ارتو 0 3 1 artı 6 7 4 6 7 11 1 2 3 bu bitla mana 3000 31 31734 بيطلع معنا قديش دخل معه بهذا الشيء. هلا بالمسألة الثانية عم يقول لي شوفوا، انتبهوا هي كتير هيك بتجي بالمسألة ونحن ما بنعرف نحلها، فلازم نعرف كيف نحلها. دورت بصمقلي ام بيوك، عم يقول لي دورت بصمقلي ام بيوك، بدنا اربع منازل تكون شو الان بيوك تبعيتها تيك دوال، تيك دوال يعني عدد فردي. شو العدد الفردي؟ اكبر شيء بالعدد الفردية هي الدوكوز. عم يقول لي هو بده تيك دوال دارت بصمك لأربع وحدات، معناتها تسعة 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 تسعة، هذا هو الأكبر شيء، تمام؟ بعدين عم يقول لي بيربيرينا فارقلي بيش رقملي إن بيوك شيفت، إن بيوك شيفت يعني بده العدد الأكبر وهو العدد الزوجي. الإن كوتشوك شيفت الان كوتشوك شيف دوال سايسي والان بيوك تيك
سواسة، عم يقول لي الان كنتشوك، الان كنتشوك منبلش من الواحد. طبعا احنا ما رح نحط صفر هون لانه ما له قيمة، فمش هيك حطيناه ورا الواحد وبلشنا. بير صفر اكي اتش دارت، تمام بلشنا من الاصغر الى الاكبر لانه هو بده الانكتشوك، فالانكتشوك حتكون هو العدد البيني اللي هو الواحد والصفر. وعملنا لهم جمع عادي، دارت ارت دوكوز اون اتش بير اللي ديفار، دارت ارت دوكوز اون اتش بير اللي ديفار، اتش ارت دوكوز اون اكي بير اللي ديفار، اون بير اللي ديفار اكي، فبيطلع معنا يرمي بين اكيوز اتوز اتش، بيطلع معنا هذا العدد. هلا نجي للعدد يلي بعده ونشوف شو طالبي منا. قال عنا هذا الرقم اللي هو 43324000، شلون بدنا نطلع منه؟ كيف اذا بدنا نغير رقم يا بديش ترمي، بدنا نغير ارقامهم، بدنا نغير ارقامهم ونرجع رد نعمل لهم توب لان، تمام توب لان. اسكي صيصي اجمعي العدد القديم مع العدد الجديد، بس انه انا بدي اغير ارقام الاربعة رح احطها هون والاثنين رح احطها هون وبجمعهم جمع عادي، تمام. هي الاربعة اجينا حطيناها بدال اثنين صارت ثلاثة، ثلاثة اربعة اربعة، بعدين رجعنا حطينا الرقم القديم اللي هو اربعة ثلاثة ثلاثة اثنين اربعة، ورجعنا جمعنا جمع عادي وطلع معنا هذا الرقم اللي هو الت مش الت بين الت يوز الت مش سيكيز. فاشوفوا شلون يعني كتير كتير سهل، بس مفاتيح اسكي صيصة طب لنا رقم يا بدي يشتر، تمام دي يشتريه، معناتها اني انا فهمت شو بده من دون ما اقرا اي شيء من المسائل. عطيني هون 83025، 83,025,478، شو بدنا نعمل فيهم؟ فهون عم بيقول لي انه انا شو لازم اعمل فيهم؟ طب لما الي مليون لار، اها بدهم اني انا اجمع المليون لار والبين لار، تمام. هون عم بيقول لي البين لار والمليون لار طب لما، اها معناتها نجي نشوف مليون لار وينه. هذا المليون لار اللي هو 83,000 زائد 83 مليون زائد 25، فبدي اجمع 8 زائد 3 بيطلع معي 11، تمام. وال 25 يلي هو شو لازم بصمة كلير، بدهم يا 25,000 اللي هو 25,000، واجمعهم جمع عادي بيطلع 25,011. يعني مسائل بسيطة ولكن مفاتيحها هي يلي بتهمني بالحل. هلا هون عم بيقول لي قال احمد عنده يرمي اتش بين كرك كيرك يوز باردون دارت يوز 600 دوكوز ثاني من الماسكت، وعلي عنده اون دارت بين 600 كي من الماسكت. شو بدنا نعمل هون؟ اول شيء عم بيقول لي كريمين اسي احمد الى ايلينين، وكريم عنده كريم اد احمد وعلي، عنده كريم قد احمد وعلي، معناتها انا بدي اطلع لكريم وبعدين شو بدي اعمل؟ طوب لنا بدنا نجمع الثلاث، ثلاثه اوت كيشينين ماسكيت سايلرنن طوبلوم، اها كثير سهله، معناتها كريم انا حطلعها من علي واحمد، بنجمع علي واحمد مع بعض وبيطلع معنا اوتو زيدي بيش يوز اوتو زيدي بين بيش يوز زيت مش بير، وبعدين بنجمعهم جمع عادي للاتش كيشينين سايس طوبلنا، وبيطلع معنا المجموع الاساسي اللي هو طوبلنا بير ارت دوكوز دوكوز ارت اكي اونيكي بير اللي ديفار بير ارت يدي يدي ارت دوكوز دوك سكيز سكيز ارت سكيز اون دوت بير اللي ديفار بير ارت بيش بيش ارت دارت دارت ارت صفر ام بير بير ارت يدي يدي ارت اتش اتش ارت دارت ام بيش بير اللي ديفار بير ارت اتش اتش ارت اكي اكي اتش ارت بير يدي، وبيطلع معنا 75 بين يوز كرك اكي. معناته هو كتير سهل بس لحنا بدنا نفهم التفاصيل الاساسية. حبيباتي الحلوين لهون بكون خلص درسي معكم لحل المسائل، وان شاء الله على طول بنحل مسائل لحتى نستفاد من مادة الرياضيات. سلام حبيباتي، بحبكم كتير.